مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات السادة المشاهدين على قناة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامج الأرض. النهاردة غيرنا أو إدارة القناة غيرت الحلقة من موعدها الخامسة مساء الثلاثاء إلى السادسة مساء الخميس، وأيضا تنويه في تقليد لأول حلقة في هذا البرنامج إن أنا أدخل الاستديو في المقدمة ومعايا ضيف له قصة في قصص المقدمة. حلقتنا النهاردة هتكون بعنوان أيضا الذرة المصرية نقمة أم نعمة؟ ما العلاقة بين زراعة الذرة والتبعية الاقتصادية للغير؟ هل زراعة الذرة في مصر تتم وفقا لخطط فنية واقتصادية مسبقة؟ أم أنها تترك للصدفة والعشوائية وقاعدة مقتضى الحال؟ لما يجي لنا ذرة هنشوف هنعمل فيه إيه؟ كيف تكون زراعة الذرة قرارا استراتيجيا يحقق الربحية للفلاح ومن ثم الدولة؟ فنحقق بذلك جانبا مهما من الأمن القومي المترتب على تحقيق الرفاه للفلاحين اللي هم صلب المجتمع المصري وبنيانه القويم. طيب إذا توقفت استخدامات الذرة في مصر فقط لا غير بقرار من السيد وزير التموين عند حدود العلف الحيواني سواء حبوب أو سلاج، فكيف تكون الذرة مربحة في ظل زيادة المساحة المنزرعة السنة دي اللي ضربت سقف 3 مليون فدان بعد ما كنا بنحلم، كانت كل الدراسات اللي بتتعمل بتحلم على ان احنا نوصل لمليون ونص عشان نضيق الفجوة الاستيرادية اللي هي قوامها 9 مليون طن ذرة سنويا بنستوردهم من الخارج علشان نصنع منهم أعلاف دواجن وحيوانات. وأيضا في ظل انتكاسة الإنتاج الحيواني في مصر حاليا نتيجة الأمراض المتلاحقة اللي بتفرضها التغيرات المناخية على مصر، هيكون وضع الذرة إيه في حالة عدم الإقبال عليه؟ ماذا لو تم إلزام وزير التموين من السيد رئيس الجمهورية بإعادة دقيق الذرة إلى منظومة رغيف الخبز المدعم زي ما كان بيحصل زمان أيام المرحوم الوزير أحمد الجويلي وبنسبته الأمينة المعروفة؟ هل كانت زراعة 3 مليون فدان ذرة هذا الموسم نعمة حقيقية أم نقمة على الفلاح في ظل الخسارات المتتالية لقطاع الزراعة؟ ماذا يمكن أن يحدث على صعيد الأمن المجتمعي لو استمرت خسائر الفلاحين اللي بيمثلوا أكثر من نص المجتمع المصري؟ كيف تكون زراعة الذرة مربحة خاصة أننا لم نبلغ بعد في مصر حد الرفاهية اللي تخلينا نزرع ونجيب غلة سواء ذرة أو قمح أو رز ونرميها في البحر؟ هل السياسات التسويقية المتبعة للحاصلات الزراعية حاليا في مصر بتصب في صالح خطط الدولة لسد الفجوة الغذائية فعلا؟ أم ستظل فجوتنا الغذائية قدرا لا مفر منه؟ هل هناك مشكلة حقيقية السنة دي في تسويق الذرة؟ أم أنها زيطة سنوية حسب ما وصفها لأحد رجال الأعمال المهتمين بصناعة الدواجن؟ بتعزفها التعاونيات عشان تخلق سوق موازية تكون دايما ضحيتها الفلاح أو مزارع الذرة؟ ليه الدولة ما تفرضش رسم صادر على الذرة المستوردة من الخارج خاصة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر اللي هم موسم حصاد الغلة المصرية؟ نشيد حصاد الغلة، الغلة يعني المحصول اللي هو الذرة في سبتمبر وأكتوبر، عشان مربوا الدواجن يمتصوا إنتاجنا المحلي من الذرة النظيفة الخالية من السموم الفطرية. الذرة المصرية يا جماعة فيها ميزة مهمة جدا، إنها بتكون فريش وخالية من السموم الفطرية. السموم الفطرية اللي بتوصل النافق من الدواجن في مزارع الدواجن أحيانا
إلى 40 و50 و60%. يا ترى هل هناك صناعات أخرى تقوم على الذرة زي مثلا السكر والنشا والوقود الحيوي ممكن تحقق قيم مضافة جديدة منه غير الذرة، غير الحبوب والسلاج والعلف، وغير إن احنا نشويه على الكورنيش وفي الشوارع؟ وما السبيل إلى تحقيق هذه القيم الاقتصادية المهمة؟ كيف يمكن التزاوج بين الذرة ونحل العسل، أحد ثروات مصر المنسية؟ هل في فعلا علاقة بين نحل العسل والخلية لمضاعفة أرباح المزارعين من زراعة الذرة؟ في حلقتنا النهاردة من برنامج الأرض هنجاوب على كل الأسئلة اللي أنا طرحتها ويمكن أكتر منها، عشان نحط أمام المزارعين والمسؤولين الحكوميين بعض الحلول اللي تعيد زراعة الذرة إلى خانة النعمة وتنقذ الفلاحين من بين طواحين النقمة بعد عيني ما تعرضوا، بقول لك، لخسارات متلاحقة في كل المحاصيل حتى في الخضار زي ما هنشوف أيضا في مقدمتنا دي. سيشرفني في هذه الحلقة السيد الأستاذ الدكتور شعبان عبد المجيد عبد المؤمن، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، ولو أنه كان متأخر ربنا يبعثه بالسلامة يا رب في الطريق. هيكون أيضا ضيفي في الفقرة الرئيسية اللي بعد المقدمة المهندس محمد هجرس، خبير تربية النحل وأحد المهتمين بعالم النحالين المصريين والعرب، وأحد الذين توصلوا إلى تحقيق أحد القيم أو إحدى القيم المضافة من زراعة الذرة، وده من خلال حصد حبوب اللقاح بواسطة النحل. مهندس محمد هجرس قال لي كلمة بصراحة كانت كلمة صعبة عليا قوي: يا محمود يا برغوتي، النحالين المصريين اتيتموا تاني بعد فترة أو بعد مرحلة الدكتور صفوت الحداد اللي كان بيشغل نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وكان الرجل للأمانة توصل لخطوات مهمة جدا 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 في تبني النحالين وإعادتهم مرة تانية لمنظومة محترمة تضمن الربحية بتاعته. هنحاول النهاردة نشوف في فقرتنا الرئيسية أبعاد جديدة لزراعة الذرة ما دمنا فقدنا الطريق التقليدية لإحياء التعاونات الزراعية اللي هي أساسا يعيني برضو المفروض إن هي مسؤولة عن تسويق المحصول. التعاونيات الزراعية عندها قانون بيتيح لها إن هي تاخد المحصول من الفلاحين وتعمل شركات لتسويق المحاصيل ويحقق لها ويتيح لها الربحية، لكن للأسف الشديد التعاونيات الزراعية لا تزال نائمة في الخدمة، وده اللي هيخلينا النهاردة ندور على طرق جديدة للاستفادة من محصول الذرة. لكن عادة قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية عندي شوية حاجات متعودين عليها من اللي هي الحالات اللي دائما بنعرضها في المقدمة. الحالة الأولى عجيبة، عشان كده أصريت النهاردة في المقدمة في أول حلقة تحصل من تاريخ البرنامج على استضافة الضحية بتاع الحالة دي في الاستوديو، وده الأول مرة فعلا في برنامج الأرض إن المقدمة يكون فيها ضيوف معايا. الموضوع ببساطة إن مواطن مصري آمن بضرورة تنمية الصادرات الزراعية في بلده فأنشأ شركة للاستيراد والتصدير اتخصصت فقط في تصدير الحاصلات الزراعية. ببساطة الراجل راح، وده حق وده الطبيعي، اتعاقد مع شركة مصرية عربية، اتعاقد معها على شراء كمية من البرتقال الصيفي علشان يصدره، دفع العربون واتفق على طريقة تجهيز المحصول، يعني فرز وتعبئة وتغليف وكل شيء وشحن إلى الميناء عشان يصدروا إلى روسيا. فوجد أن الشركة الزراعية نفسها مشكورة، عندها محطة للتجهيز والتعبئة. المفروض أن المحطة دي المفروض أنها مجهزة بالمواصفات المطلوبة للتصدير،
وكانت أول القصيدة عبارة عن 40 حوية كفر. مش أول القصيدة كفر، ده أول القصيدة 40 بيت كفر. 40 حوية برتقان اتنقلت بشاحنات من المحطة في النوبارية على طريق مصر اسكندرية الصحراوي إلى الميناء، وبعد وصول الشحنة ودفع العربون بتاعها، وكان المفروض انه هيحاسب شركات النقل، وصلت الشحنة إلى روسيا، فاكتشفت هناك الطامة الكبرى. جميع الكراتين بالفتح طلع جواها البرتقال معفن، وهنشوف لو سمحتوا يا شباب اعرضوا لنا الصور بتاع الصور معانا على الشاشة، لو سمحتوا أشوفها كده معروضة. الصور معروضة ايه حضراتكم شايفينها على الشاشة، فيها البرتقال معفن. والصور دي على فكرة من مخازن وصول الشحنة في روسيا زي ما انتوا شايفين. المهزلة الكلية يا جماعة لم تعد، او مش مخصوص في، مش موجودة بس في عفن الشحنة اللي وقتها عملت أزمة كبيرة للصادرات الزراعية المصرية، وكانت ممكن تقفل روسيا قدام الصادرات المصرية. لكن المسألة بعد عفن البرتقال دخلت في مرحلة اسمها أعفان الضمائر. معانا في الاستديو لسرد تفاصيل قصة أعفان الضمائر بعد أعفان البرتقال المهندس عمرو حافظ، رئيس شركة الحافظ للاستيراد والتصدير، وهو الضحية أو بطل القصة اللي حصلت عام 2016، أو تحديدا من 12/2015 إلى مارس 2016. واسمحوا لي ان انا ارحب بيه. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، ربنا يخليك. ببساطه كده بدون ما نذكر لا اسم الشركه ولا اسم المحطه ولا تمام. اسم اي حاجه تمام، ايه اللي حصل لك بالظبط؟ اللي حصل حضرتك ان احنا كنا بنفتح سوق لينا ناشئ في روسيا بالذات، على ان هي من اكبر الاسواق اللي معروف ان هي بتستورد برتقان من مصر، وخصوصا البرتقان الصيفي. نعم. وفعلا احنا كنا بنعمل لنا مكتب هناك، والحمد لله أسسناه وقدرنا نتعاون أو نتعرف على مجموعة شركات من روسيا، شركات كبيرة تاخد كميات كبيرة من مصر. وفعلا جينا هنا تعاقدنا مع شركة، المفروض ان هي طبعا شركة محترمة عندها الأراضي بتاعتها في البرتقال، فبدل ما كنا هنشتري منها البرتقال بس ونغسله في أي مكان تاني، هم عندهم المحطة بتاعتهم، فقلنا نغلف ونشمع البرتقال بالمراحل بتاعته عندهم يعني. وفعلا اتفقنا وطلع أول حاويات، كنا خدنا حوالي 7 أو 8 حاويات من البرتقال أبو سرة الأول، وكانت كارثة كبيرة جدا أن البرتقال وصل أعفانه بنسبة 80%. طبعا وقفنا بسرة وتكلمنا مع الشركة، قالوا لا لازم هنعوضكم في الشحنات اللي هي الصيفي، وبلاش البرتقانة بسرة لأنه ضعيف شوية وممكن ما بيستحملش. وفعلا كنا دفعنا الفلوس بتاعة البرتقان بسرة، دخلنا في الصيفي. المفروض أن الصيفي ده قوة تحمله عالية، وأي واحد بيشتغل في البرتقان الصيفي يفهم هذا الكلام جيدا، أنه لفترات تصل لـ60 يوم أو أكثر مع التشميع الجيد مع المطهرات الجيدة البرتقال يعيش بكفاءة عالية جدا يعني. فوجئنا حضرتك ان احنا خدنا حوالي 36 حاوية، في منهم اتشحن على مواني بتوصل بعد 4 أيام أو 5 أيام، وفي منهم اتشحن على مواني بتوصل بعد 19 يوم. فوجئنا حضرتك ان اللي وصل بعد 4 أيام الأعفان بتاعته بتوصل لحوالي 20% 30%، والشركات كانت اللي هي واخداه بنشحن لها على المينا دون اللي هو سان بطرسبرغ، ده بياخد 19 يوم، ونوفرسيسك كان بياخد 4 أو 5 أيام، فكانوا بياخدوا على نوفرسيسك عشان السرعة وينقلوها لسان بطرسبرغ. فوصل البرتقان زي ما حضرتك عارض كده في الصور اللي هو بعد 5 أيام أعفانه 20%، وبياخدوه يشحنوه لغاية سان بطرسبرغ في حوالي أسبوع بعربيات تاني والتكلفة عشان السرعة بدل 19 يوم، فبيوصل هناك 70% و80% أعفان. الكرتونة نفسها بتكون عفنة طبعا. والكارثة يا فندم أن الأعفان والمطهرات فاسدة أو غير صالحة للاستخدام، لسبب لأن المفروض أن لو حصل
ان في برتقانة عفنت في قلب الكرتونة، الشموع والمطهرات اللي موجودة معالجة اساسا على ان هي تحافظ على البرتقانة دي من البرتقانة اللي جنبها، ان هي ما تتنقلهاش طبعًا العدو طبعًا. لكن لانها المنظومة فاسدة من مطهرات وشموع، ما فيش حق تصد قدام الفطر، الفطر نما في الكرتونة كلها بالظبط، بقى العفن عليها. الاخضر والعفن البني ويعني واخد بال حضرتك، وصل ان البرتقان وصل ل 80%. يومها طبعا انتوا لجأتوا الجهات المختصة والمجلس التصديري تدخل، طبعا يا فندم كل الفيديوهات دي اتعرضت، نشرت في الاعلام وفي الصحف وشفناها طبعا، وملت الكلام واتخذ الاجراء طبعًا. وحصل اللي حصل. نتنقل الى مرحلة اعفان الضمير اللي انا اتكلمت عليه. تمام. انت طبعا طالبت حسب ما قلت لي الشركه دي بانها تعوضك، او على الاقل تدفع تمام. تكلفه النقل تمام. اللي هي النقل حتى الشاحن المحلي تمام. التريلات اللي نقلت من المحطه لل، لا يا فندم مش الشحن المحلي، احنا كمان المفروض ان الشحن اللي هو بتاع الشحن الخارجي اللي هو النولون، لما هم ما دفعوش احنا دفعناه، اضطرينا ندفع جزء منه كبير للشركات. تمام. واخد بال حضرتك، فده طبعا سبب يعني عبء جامد جدا علينا. اللي اهم من كده ان الشركات اللي وصل لها البرتقان هناك طلبونا مبدئيا بالجمارك والفلوس اللي هم حولوها. طبعا الجمارك اللي هناك بتوصل حوالي 5000 دولار يمكن على الحاويه، طالبين يعني يمكن ب 50% من ثمن الحاويات. نعم. اضطرينا نطلع لهم حاويات بصل وحاويات فلفل الوان وحاجات يعني. تعويض. آه. والكلام ده كان بالاتفاق مع الشركة اللي هي المحلية ان هي هتعوضهم، وطبعا اتفقوا معاهم في مكالمات واحنا في روسيا على هذا، واسف حنسوا اليمين تماما بهذا الموضوع، ما نفذوش اي حاجة بعد الاتفاق معاهم على التعويض. واخد بال حضرتك عليك. المهم انا حصل بعد كده ان الكارثة بقى، ان انا افاجأ ان الشركة واخدة مني مثلا مبالغ مثلا 1.5 مليون او اكتر، وبتطالبني كمان بدل ما يدوني الفلوس اللي هم خدوها والتعويضات والفلوس اللي انا عوضت بيها الناس برا، بيطالبوني بشيكات مزورة ان انا ادفعها كمان. واخد بال حضرتك، هي دي اللي انا قلت عليه بقى، المرحلة التانية من بعد اعفان البرتقال لاعفان الضمير. بعتولك حد اعتقد مش كده، او انا عندي اشتكوك بشيكات مزوره، شيكات مزوره بتوقيع مش توقيعك يعني. ايوه يا فندم. ومتداوله في المحاكم، وفي حاجات خدت منها براءه. واخد بال حضرتك. ولما اشتكيت واتهمت ناس بالسرقه، الدنيا قامت وقعدت عليا، احنا هنعمل وهنسوي وهنوري لك، وان انا انسان يعني مجرم، اصبحت انا دلوقتي مجرم. نعم. فقصاد ان انا الفلوس حتى اللي انا دفعتها انا مش عايزها، وبعوض الناس وبنقول لهم اتعملوا حاجه ما بيعملوش، لا ده كمان عدم الرحمه في ان انت تدفع تمن اللي فاضل من تمن الحاجه الفاسده اللي هم بيعينها. يعني بيشتكوك بشيكات مزوره. واخد بال معاك. عموما احنا تعودنا كده ان اللي يقول لك انا وانا وانت ما انتش عارف انا مين وهعمل فيك وهعمل فيك، ده في النهايه اللي بيكبر حجره، المثل بيقول اللي بيكبر حجره ما بيرميش، والكل ظالم نهايه، والكل ظالم يوم اسود. خدت بال حضرتك؟ طبعا. انا طبعا بس عاوز اطمنك ان هذه الدوله فيها جهات تختص بالعداله، وفي قضاء شامخ اعتقد ان هو هيجيب لك حقك، وفي جهات اخرى لازم انت تلجا اليها، عندنا فيه الامن الوطني، عندنا فيه الامن القومي، عندنا فيه الرقابه الاداريه، في النهايه عندنا فيه نائب عام، في منظومه قضاء شامخ ان شاء الله هتجيب لك كل حقك، حتى لو اضطروك انك تجري وراء ارانب سودا في اوضه ضلمه، في النهايه ان شاء الله ارانبهم السودا هم اللي هياكلوها، وهم اللي هيعيشوا في الظلمة، وفي النهاية إن شاء الله يأتي الحق ويزهق الباطل بمشيئة الله. أنا طبعا أنت مستمر معايا لحد نهاية الفقرة، أنا بشكرك جدا، وأنا بطمنك من هذا المنبر إن شاء الله في يوم من الأيام هتاخد حقك. لكن يا جماعة الخير دي حاجة قديمة من 2016، أنا بتكلم عنها الوقت ليه؟ بتكلم عنها لأن احنا عندنا بصدد قضية كبيرة جدا تخص الصادرات المصرية، كل يوم احنا بنتكلم في تشجيع الصادرات المصرية، عندنا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،
عندنا اتحاد مصدري اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية وده تابع لوزارة الزراعة. عندنا جهات كتير تختص بالتصدير. التصدير ده يعني عملة صعبة. علشان أقفل دولة أو أقفل سوق معانا معروض للخطابات؟ لا لسه، أعتقد أنا لسه ما تعرضتش للحالة اللي جاية. أي بني آدم عاوز يصدر بالفعل لازم مش بس ينتقل مزرعة، أولا في منظومات دلوقتي علشان نقدر ننتقل مزرعة هنتكلم عنها في الحالة اللي جاية على طول، إنما كمان أنت لازم تنتقي محطة التجهيز اللي أنت رايح لها. في اشتراطات لمحطات التجهيز، في مواصفات لمحطات التجهيز، مواصفات للكرتونة، مواصفات للمطهرات اللي بتغسل بها الحاصلات قبل ما تتصدر، مواصفات للشمع اللي بتحط على السلع قبل ما يتصدر على أساس أنك تحمي سلعتك بإذن الله من أي أعفان وما توديش نفسك لكارثة اقتصادية، لأن الكارثة الاقتصادية في التصدير لا تخص الحالة الفردية وإنما تخص دولة بالإجماع، وده المفروض أنه ما يحصلش. الحالة الثانية على صعيد التصدير أيضا في فقرتنا دي أو في المقدمة، فوجئنا بشكاوى عديدة من مزارع الرمان المصري الأصيل في الصعيد. تعرفين أن البداري في أسيوط ومراكز أخرى في أسيوط تحديدا مهتمة جدا وبتزرع الرمان من سنوات عديدة جدا. المزارعين دول اتصلوا بينا واشتكوا مننا، قالوا لنا الحقونا، ده في حاجة اسمها التكويد دي هتعطلنا ودي هتخرب بيوتنا. أنا تحديدا مش ضد التكويد، التكويد دي منظومة عصرية معمول بها في كل دول العالم. يعني إيه تكويد؟ التكويد معناه إن أنا أعمل حالة حصر للمزارع اللي بتزرع وليكن طماطم، بطاطس، رمان، ليمون. لازم يبقى عندي داتا حقيقية للمساحات المزروعة بكمياتها والأصناف المزروعة والإنتاج المتوقع منها. لازم أشوف سجل تاريخي لهذه المزرعة بيتعامل إزاي مع المبيدات، مع الأسمدة، مع العمالة، طريقة الزراعة شكلها إيه، طريقة الحصاد يدوية ولا ميكانيكية، العامل اللي بيحصد السلعة ده إيده مطهرة ومغسولة ولا لأ، العامل اللي بيفرز عشان يعبي الكرتونة في النهاية إيده نظيفة ولا لأ، علشان برضو ما وصلش للحالة اللي اتكلم عنها المهندس عمرو. فشوفوا لنا لو سمحتوا المزارع اللي اسمه محمد أبو عوف اللي هو صاحب الشكوى، لو سمحتم موجود عندكم تليفون واتصل، لأن هو صاحب الشكوى الأصيل. هذا الرجل قال الحقونا ده احنا عندنا نص فدان وفدان وما ينفعش ان احنا ندخل تكويد، وان التكويد ده يا جماعة خلق حاجة اسمها تجارة التكويد. يعني ايه تجارة التكويد؟ يعني واحد بيتاجر في الكود، راجل راح قدم على التكويد للمجلس التصديري وطلعت له اللجنة الثلاثية اللي هي من وزارة الزراعة والمجلس التصديري وجمعية هي، ورصدوا مزرعته ولقوها تمام ومطابقة لكل المواصفات، واخد كود المزرعة مثلا ان ايه 13400، ده يخص السيد الاستاذ محمد علي محمدين، يحق له انه يصدر مثلا، مزرعته بتنتج 100 طن، يحق له بموجب القانون والصلاحية اللي احنا شايفينها وحالة الزراعة انه يصدر 60 طن بس، ولا 40 هيطلعوا فرزة او يروحوا للسوق المحلية. دي واحدة. الاخ اللي طلع له الكود عشان يصدر 60 ما قدرش يصدر الا 30 بس، فهو هنا من حقه يصدر كمان 30 طن بس من قلب مزرعته. طب هو ما قدرش يعمل ايه؟ البيه بيروح يبيع الكود ل30 طن تانيين ممكن يبيعهم لي انا، اروح اجيب من مزرعه تانيه. المجلس التصديري يقول لك لا، يجيني ويجيب اللي هيشتري منه ويعمل تنازل عندي في المجلس علشان اعرف ان هو هيصدر نفس ال30 طن اللي واخد عليهم التكويد ودافع عليه رسومهم حتى نمنع مساله التلاعب. الو، ايوه، السلام عليكم يا دكتور. ازيك يا حاج محمد؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا صاحبي؟ تعبت. الاخبار ايه؟ الاخبار تعبانه خالص يا دكتور. قول لنا يا سيدي شكواك من ايه؟ شكوى دكتور ان احنا طلعت لنا حاجه اسمها شركه هي، والمد هي مش شركه، اولا دي جمعيه محترمه وجمعيه تدعم الزراعه من اجل التصدير وبتشجع على التصدير وبتدعم المزارعين، وهي جمعيه غير هادفه للربح. لا انا ما شفتهاش دعمانه خالص يعني يا دكتور. طيب اتفضل، المهم مالها؟ المسكين هم التكويد في البلد عندنا في محافظه اسيوط مركز البداري والساحل وبصره،
طبعا المساحه انت عارف انها كلها 20,000 فدان رمان. نعم. من ساعه ما اتولدنا واحنا بنصدر الرمان ده، بندخل البلد فلوس بالعمله الصعبه من كذا سنه، من يوم اتولدنا احنا بندخل. نعم. جونا في نص سنه وقالوا لنا نكود. طب مين يكود؟ قال لك المد التصديري والشركه معاه. فقعدنا مع الاستاذ احمد العطار. نعم. وقال لنا هنحل المشاكل كلها. خد سعادتك، طب انت عايز تحل المشاكل، مش تبدا من اول السنه وتبدا يخلي وزاره الزراعه هي المسؤوله عن التكويد وعارفه الاراضي وعارفه المساحات وهي اللي تكود؟ معاك يا حاج محمد. ايوه يا دكتور معايا؟ معاك سامعك. تاني حاجه، هو المفروض ان الماسك يمسك التكويد ده الوزاره المختصه اللي هم عارفين كل يا حاجه. يا حاج محمد انا بس علشان ما ينفعش ان انا اسمع الكلام ده وما ردش، انا لازم اصحح لك. التكويد دي منظومه طالع بها قرار مشترك رقمه 670 لسنه 2017، وده قانون مشترك بين وزاره التجاره ووزاره الزراعه، وهي ثلاث جهات مختصه بيه. اولا الحجر الزراعي، وده يتبع وزاره الزراعه، وزاره التجاره والصناعه، واللي اللي بيمثلها هنا المجلس التصديري للحاصلات البستانيه. الجهة الثالثة وهي جهة محايدة من منظمات المجتمع المدني، وهي جمعية تهتم بالزراعة من أجل التصدير وتشجيع المنتجين من أجل التصدير، وهي جمعية غير هادفة للربح بتقدم استشارات. يعني وزارة الزراعة ممثلة في هذه اللجنة. يا دكتور احنا ما شفناش الكلام ده بتاع الجمعية الغير هادفة للربح دي. احنا بنتكلم على مستوى الفلاح، الراجل عندنا في البلد هنا معاه نص فدان وفدان. نعم. رمان. المفروض ان هو يكود لي الكود ب 2500. نعم. ونحلل ب 1700 كل 15 يوم. نعم. نروح محللين 1700 4000 جنيه ونعيد الكره ثاني كل 15 يوم تحليل. وبعدين ما يجوش يوم اول السنه هم قالوا تعالى نعمل العمليه التنظيميه. يا والمشروع صح. يا حاج محمد انا مانيش ضدك، انا ومش ضد التكويد، بالعكس التكويد ده حاجه محترمه علشان نعرف لو حصل عندنا غلطه في كرتونه سافرت اي دوله نقدر نتتبعها، نعرف الكرتونه دي طالعه منين. طالعه من عند محمد ابو عوف في البداري في اسيوط، هو رش مبيد غلط، نجيب تاجر المبيدات اللي اداهوله، هو في جات له تعليمات من اي حد غلط نجيبه نقدر نحاسبه، كل ده علشان ما نقفلش دولة بسبب كرتونة أو بسبب شحنة أو بسبب كونتينر رمان. أنا يا جماعة مضطر لو سمحتوا بعد الحاج محمد أخد تليفون من السيد عبد الحميد الدمرداش، لو سمحتوا تليفونه عندكم اطلبوه لي ضروري. طب يا دكتور في حاجة تاني، هو اتفضل. التكويد كده هو هم كودوا بحري كبار كودوا يا دكتور. نعم. في الآخر عاوز أتكلم أنا. نعم. كبار كودوا بالمزارع الكبيرة. وجم بعدنا الكواد هنا، إحنا ما كودناش. بيجي الراجل بتاع المجلس التصدير عشان يكود لنا يقول لك يعني انت لو سمحت يا حاج محمد بتشتري كود جاي لك؟ بشتري كود هنا من منطقه ثانيه؟ من منطقه الصحراوي. طيب انا بقول لك لو مسكت حاله زي دي يا حاج محمد لو سمحت تمسكها في ايدك، واحنا هنكلم مديريه الزراعه عندك باسيوط تيجي تحرزها وتقدم صاحبها لجهات التحقيق ان شاء الله. انا بشكرك لكن هسمع الاستاذ عبد الحميد الدمرداش لو سمحتوا يا جماعه. بشكرك يا حاج محمد. الو لسه هتحضروا. لو سمحتوا بس اعرضوا لي، لان هو انا كلمت طبعا المجلس التصديري قال لي لا هو ما فيش تكويد للرمان، لكن لو ده خطابه المجلس التصديري على الشاشه اللي بيقول كانوا المزارعين او المصدرين بيشتكوا للمجلس، بيقول لو سمحت عاوزين نناقش مساله تاجيل تكويد الرمان السنه دي لحد اصحاب المزارع ما يجهزوا نفسهم زي ما حصل في الفراوله وفي الاشياء الاخرى والفلفل والحاجات اللي اتكودت. فالمجلس التصديري قال لهم على حدود علمي لسه الرمان ما دخلش التكويد، جايز دي اجراءات وزاره الزراعه بدات تعمل الحصر. اما اذا كان الغرض من الاجراء اللي بتعمله وزاره الزراعه ان هي هتدخل الرمان ضمن المنظومه المشتركه اللي بين التجاره والزراعه، يتكلم عنها احسن المهندس عبد الحميد الدمرداش. الو يا فندم اهلا بيك. الصوت يا جماعه شويه. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتك. انت المتهم دائما مني ومن المصدرين الصغيرين ومن المزارعين. الكبار برضه يا فندم كل دلوقتي خلاص حتى الكبار بيتهموك، اذا انت عادل والله. على فكره يا باشمهندس ما عدا مصر يا فندم. على فكره يا باشمهندس انت لو اشتكى منك الطرفين اللي انت بتمثلهم يبقى انت عادل.
والله كله بيشتكي يا فندم. الراجل ده دلوقتي اللي كان معايا على الخط حضرتك بيؤكد لي ان في اكواد بتتباع عندهم، والاكواد دي جايه مهاجره مثلا من الصحراوي، من اسكندريه الصحراوي راح الصعيد. لا انا ما اعرفش طبعا. احنا بص يا فندم، احنا دايما اي حاجه جديده بتتحط احنا بنطالب بين الناس والمصدرين لو كانوا عادلين. احنا بعتنا كذا ايميل، لو في اي حاجه فيها شايفينها مش مظبوطه يا ريت يبلغونا بيها رسمي. استاذنك دقيقه يا باشمهندس عشان المشاهد بس. اللي معايا يا جماعه الاستاذ عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنه الزراعه والغذاء والامن القومي بالبرلمان المصري، ورئيس مجلس اداره المجلس التصديري للحاصلات البستانيه، وده مجلس تابع لوزاره التجاره الخارجيه والصناعه، وده هو المجلس الذي يعني بتصدير الحاصلات الزراعيه في مصر. اتفضل يا باشمهندس. فبقول لحضرتك يعني احنا بالنسبه للاكواد اللي هي احنا بعتنا لجميع المصدرين اللي هم مقيدين في المجلس بكل اذا كان هناك اي مشاكل او اي حاجه شايفينها بيبعتوها لنا. الاكواد دي احنا سمعنا عنها، ما جبناش حاجه رسمي، ولكن انت حضرتك عندك مفروض اخذت موافقه انك انت تصدر مثلا، انت عندك 1000 انتاج 1000 طن بيسمح لك بقى بتصدر ايا كان الكميه الموجوده، 500 هفترض ان هي 500 طن. بعد ما صدرت 250 لقيت عندك 250 تانيين مش قادر تصدرهم لاي ظرف من عندك، يعني سوق وحش في البلد اللي انت بتصدرها او غيره، فانك انت بتتنازل في المجلس التصديري عن هذه الكميه الى مصدر اخر. هذا التنازل بيتم في المجلس بين الراجل اللي كان عنده هذا الكود او هذه الكميه المتبقيه ومش عايز يصدرها الى شخص اخر. اللي اكتشفناه كان بيحصل للاسف، ودي برضو عدلناها برضو في الفتره القادمه، ان هو ساعات الراجل اللي هو بياخد التنازل بيروح يجيب بضاعه من مزرعه ثانيه خالص، من مكان اخر. مكان اخر، هي دي والحقيقه حكمناها. ولكن احنا طول ما احنا ماشيين في للاسف بعض الانحرافات بتتم، ولكن احنا وعشان كده انا عايز المصدرين بس اصلا مش عايز اقول حته الكبار والصغيرين، لان انا بتهم دلوقتي ان انا بشتغل لصالح البتاع ده للمصدر الكبير والمصدر الصغير. يعني ايوه يا باشا، بتقبض من الكبار وبتقبضني لا طبعا. وعلى فكره في 2 كبار اتمنعوا من التصدير نتيجه بعض برضه المخالفات بتاعت ناس كبيره ومعروفه بدون داعي ذكر اسماء. لكن ما فيش حاجه اسمها، انا بتكلم يا فندم احنا بنحاول ان احنا يعني سمعه مصر اظن ما تقدرش يا فندم يعني تقف عند تهديد على اي او حظر او اي حاجه وتقف تتفرج. يعني تقف، لازم في اجراء بيتم بعداله، والاجراء ده تم عن طريق وزارتين الزراعه والتجاره بشكل معين. اي حد كان زمان بيشتغل بحريه وبشكل منفرد لابد ان هو يدرك ان العمليه ما بقتش دلوقتي كبير ولا صغير، العمليه في مصر، لان هو دلوقتي الدول العربيه فنن دلوقتي اصبحت دلوقتي بتوقف بتصدق بتحظر، وده اللي حصل في الفراوله والعنب والفلفل. ودلوقتي في تهديد رسمي بالرمان، وابعت لحضرتك الجواب من السعوديه، وابعت لك 11 حاله من الامارات. جالي يا فندم الجواب ومكتوب فيها 11 حاله اماراتيه، وان السعوديه بتهدد اذا استمر الحال على ما هو عليه سنضطر لحظر الرمان. هل احنا او الدوله تقف في هذا الموضوع؟ يعني هل تقف متفرجه كده لحد ما يتحظر؟ وبعدين ده احنا عشان نفك الحظر بنقعد سنه يا فندم. نعم. انا مش قادر، انا نفسي اتكلم بمنطق وبعقلانيه واقول للناس بس هي عمليه قد تكون انتم مش متعودين على الطريقه الفكر الجديد بتاع الدول العربيه، وانا برضه انا بلوم الدول العربيه يا فندم ليه؟ وبرضه مش عايز الوم قوي المصدرين، لان المصدرين بقى لهم 30 سنه بيصدروا الدول العربيه بدون اي قيود. بس سامحني يا باشمهندس عشان برضه يعني ايه اللي انا بقبضه منك قليل والناس ما يتهموش ان انا بقبض كتير. في بعض الناس بيقولوا ان المهندس عبد او الاستاذ عبد الحميد الدمرداش ملكي اكتر من الملك، يعني هو اللي بيسافر يروح للدول يقول لهم لا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا علشان نفعص او نخرج كل الصغيرين من السوق وتفضل الاربعه خمسه كبار. والنبي ده كلام. مش موجودين معانا، انا نائب عنهم ولازم ابلغك دي وسامحني فيها معلش. يبقى انا اقوى من، اولا هبقى اقوى من رئيس وزراء مصر، وهبقى راجل ليا سلطه على يعني يدخلوني في السياسه بقى واخش بقى في
العمليه السياسيه واحدد بقى الدول هتعمل ايه اللي جنبينا. لا يا فندم. ايوه بيقولوا انك خطير، انا نفسي بخاف منك. لا يا فندم لا، اصل حاجه تضحك يعني. وبعدين انا ما بطلع، انا بطلع مرافق للحجر الزراعي المصري او لوزاره الزراعه. انا بطلع براء يعني هقول لك على حاجه، احنا لما بقالنا بدل ما يوقفوا مصر كنا بنحاول في المفاوضات اللي بقالنا سنه لبعض الدول كل الدول الخليجيه، طب يا عم وقف المصدر بس، بتوقف مصر ليه؟ تفرض المصدر غلطان. الله وقفوا، ودي اللي نجحنا فيها لما جه الوفد الاماراتي من 10 ايام او من اسبوعين واخيرا وافق على ان يوقف المصدر بعد تحذيره مره. الله يعني احنا هنقف، وكل ما نحاول نحسن نفسنا قدام العالم كله. واحنا على فكره احنا برضه ما فيش نقص شديد في الحصيلات الزراعيه، يعني ما تيجي تشوف اعتقد ان احنا لحد دلوقتي محققين 3 مليون طن و800، يعني اكتر من السنه اللي فاتت بحوالي 200 الف طن. الله. ما شاء الله. يعني وانا كنت متوقع ان لازم ينزل او لازم يبقى شكلها هتنزل اذا هنعمل بعض الاجراءات، يعني مع قيود التكويد او مع القيود احنا بنزيد. دي ما بالظبط كده، في بلاد بتنقص وفي بلاد تزيد. وبعدين لازم يفرقوا ما بين حاجتين من الحاجات اللي حضرتك قلت عليها، احنا بنتهدد من الدول او عندنا مشاكل في المحاصيل، وزي ما حضرتك عندك الجواب ده احنا دي بتخش ضمن القرار الوزاري. اما التكويد العادي اللي هي وزاره الزراعه بتعمله، اللي هي شهاده ميلاد او بطاقه شخصيه كل مزرعه زي العالم كله، عشان يكون جاهز، عشان يكون جاهز، يعني يكون جاهز في المستقبل ويكون عند كل عند يبقى فيه. اذا دي شهاده تاهيل يا باشمهندس. بس شكوى الحاج محمد ابو عوفو ده من صغار المزارعين وبيمثل معظم مزارعي الرمان في الصعيد، ليه انا احلل 4 مرات للفدان يوصلني ل 6000 تحليل بس، سواء المصدر هيدفعها او هو اللي هيدفعها، يبقى اخذت كعكه كبيره او جزء كبير من كعكه ثمن المحصول نفسه. ده احنا عملنا بعض المميزات للجماعه بتوع الصعيد، يعني مثلا احنا كنا بناخد اول حاجه زياره المزرعه وفحصها، كنا بناخد مبلغ. اعاده زياره المزرعه في حاله عدم توافقها في الزياره الاولى بقت مجانا، الناحيه الثانيه بناخدها اكثر. زياره صاحب العينات كنا بناخد مش عارف 200 جنيه بقت مجانا. زياره صاحب العينات الطارئه كانت 500 جنيه بقت مجانا في الصعيد. احنا بنحاول يا فندم نساعد الناس اللي هي برضو كانت بعيده شويه عن عمليات. طيب انت حضرتك، انا مش بقاطعك لكن انا عندي مضطر اخد فاصل دلوقتي، فانا بشكر حضرتك جدا لكن وعدتني بحلقه بعد العيد يا فندم. ده انا نفسي بس حضرتك مش راضي عليا يا باشا. لا والله شوف فتدفع كام وانا تحت امرك. ربنا يخليك يا فندم، يشرفنا يا استاذ عبد الحميد. الله يخليك، بشكر حضرتك جزيلا. لكن انا بقترح عليك وبشد على ايدك ضرورة تنشيط الملحقيين التجاريين عندنا في سفاراتنا في الخارج لمحاولة استعراض تاني، بقول قدراتنا الزراعية وإنتاجنا الزراعي الذي هو دائما بخير وليس بالصورة السيئة اللي بيحاول البعض يطلعه عند إخوان الكويت تحديدا. بشكر الأستاذ عبد الحميد الدمرداش. فاصل وراجعين لكم تاني، خليكم معانا.